الأربعة 21 دقيقة على اف ام احلى راديو يلعب يلا تجيكم انت وحتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات, مساء الانوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا, سلموا برشا على الناس اللي تتبع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على الشين اي اف ام تي في على اليوتيوب مع اتصالات تونس كيلعاد. الله لا يختارنا عادة معنا حتى حد يروح متغشش. الشعار اللي بدينا به شعار ان شاء الله باش نواصلوا به طيلة الموسم يتوال 600 يتوال واحد دياس كود الربح كود الفرحة كود 20,000 دينارين عم 20,000 دينار والقرعة كل راس شهر 1,000 دينار بطبيعة الحال إذا كان تكون واحد من المتبارين اللي يشاركوا معنا كل يوم. هذوما الكل من إهداء اتصالات تونس. حلقة 24 سبتمبر 2023 نحب الساعة نفتتح الحلقة بسلام حار جدا لصديقنا الكابتن خالد حسني. خالد حسني اللي هو مستمع وفي عندك هو والشيخ حسن بن عثمان, نسلم عليهم برشا. خلودة إن شاء الله سلامنا وصل من البلاتو. تعرف اللي على يميني الشخص اللي ربحنا أنا وياك مع إيناس, شاركنا معاه وخسرنا أنا وياك, لعبنا مع صديقتنا وزميلتنا ناس الجيبسي. لا محالة أنا ربحتك أنت يا كابتن وهو ربحني أنا بفارق بسيط جدا, نقولها بكل احتراز. فرحان برشا اللي معايا اليوم الجهبذ إمبراطور المعلومات صديقنا وزميلنا أنس بن مالك. عسى أنس وليد مرحبا. مرحبا مستمعي فهم الكل, العب يلا الكل الحاجة فيه في المسامية اللي حتى اللي يخسر يربح يربح فلوس معنا. هو خاسر يوم يربح فلوس صحيت معنا حد يربح ذيك أخويا سر النجاح سر النجاح اللي حتى اللي تخسر تربح. كلامي صوت فكرها ذيك مش فارق واحد, انا جاوب صحيح وانت صحيح, انت صحيح وانا نصيح صحيح. غالي باش الناس اللي يسمعوا فينا توا, انا وانس بن مالك ومعنا خالد حسني ومراد زغيدي شاركنا في البرنامج المسابقات مع زميلتنا ايناس الجيبسي نهار السبت. انا تفوقت على الكابتن وانت تفوقت على مراد, قابلنا في الفينال انا وياك, ربحتني 100 مليون لا استنى عاد ربحتني بضربة جزاء مش شديتني حصص الاضافيه ماني وري 1000 دينار ولا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر يا ناس بن مالك. وعلى ذلك انا جبت لك النهر بيدو اليوم نهر نتاع معلومات الدكتوره قيدوما زاده رايف يلعب يلا خطيره جدا. نغاره ما تحبش تخسر, تحب ديما لولا, تحب ديما رابحه. منوبيا كيفاه منوبيا منوبيا قلت نغاره هنا هذا يا ناس بن مالك كيفاش حاب يستفزك صابرين ما تخشش باش نزيدك معلومه اخرى اللي هي ميس تونيزي 2019 صابرين خليفه منصور. عسى صابرين عاصمه وليد عاصمه سي انس عاصمه اللي يسمعوا فينا الكل سي انس والله ما مازال جديد ما طول جديد اخدم ما اخدم الراديو اول مره باش نلعب معاه تقصد جديد مازال ما يعرفش وجهي الحقيقي صحيت انا هذا البراني البراءه هذه والضحكه والميس منها لاخر الحصه تبدل فكرتك عليه تبدل الفكره. انا ناكد لك الحكايه هذه به انس بن مالك صابرين خليفه منصور في تحدي مباشر باش نمشيو لجبنيانة 74 عام متقاعد سي المولدي بوعزيز. عسام سي المولدي اهلا وسهلا شو احوالك يا سي المولدي؟ الحمد لله صحة بخير بس الحمد لله اي به في فورمة سي المولدي؟ نعم في فورمة يلا اقعد معنا سي المولدي ما تعلقش تليفون نمشيو لسوسة 48 عام لأحلام حجلاوي. عسام أحلام مرحبا مرحبا عسل انا اخوي شو احوالك يا الاحلام؟ والله ان شاء الله الحمد لله لاباس لاباس هيا به احلام في الدار ولا في الخدمه؟ لا انا تو كونجي في الدار يعني ايمن باهي راهو كونجي سبتمبر عز عومه بن ماكله الدنيا تبدا فرغت شويه هكا ولا انس؟ ها انا عمت نهار لحد نهار لحد الدنيا بحورات فارغه امورك تفهم مش فارغ برشا تفهم باغادوكسالمون سافا معناتها وقوين وجيت خارج غنيت لا اله الا الله فسكرت الموسم الصيفي صحيح بيسكو الجمعه هذه يقولوا فما فيضانات مش بتاع ما فماش لا فيضانات لا شيء اخويا سبقوا الخير اخويا يهزك الواد بربي سبقوا الخير سبقوا الخير عليه ما وين لا يفو سو بريباري باش من بعد ما تصيرش كارثه ان شاء الله ان شاء الله يا احلام ما
تسمعهمش اسمعني انا، نعطي موجات ايجابيه يا احلام. بس عايزونا موجات ايجابيه. صحيت يا احلام. موجات الفيضانات جايين. تحب اعز موجات ايجابيه شنو ما احلام؟ تو الاربع متاع العشيه، شنو الفطور احلام؟ احلى موجه ايجابيه. شنو هو الفطور يا احلام؟ كسكسي. مقرونه. ما طيبتش اليوم، ما طيبتش. لطف عليك، لطف عليك يا احلام. لطف عليك. به احلام. نعم. سؤال سؤال، انت وسيل مولدي 10 ثواني 10 ثواني، اللي يعطيني ثلاثه اجابات صحيحه عنده حريه الاختيار، يا يكون ضمن فريق انس بن مالك والا ضمن فريق صابرين خليفه منصور اللي مجعولين باش يعاونوكم. اتفقنا؟ اتفق. هاي سيل مولدي حاضر. حاضر. نبدا بك انت الاحلام، ليديز فيرست. نبدا بك انت 10 ثواني احلام. السؤال يقول، هي حاجة صارت لنا البارح، سمي لي ثلاثة حاجات جاو في مخك يقص الضوء. ثلاثة حاجات يقص الضوء، سبيترات تقص عليهم ولا؟ فيصة فيصة فيصة. إي. سبيترات، يعني الصغار. الصغار. يبداوا حاجتهم بالضوء. انتهى التوقيت. الماكلة اللي تفسد في الفريجيدير. انتهى التوقيت. الماكلة اللي تفسد. خمت في السبيترات وعندها حق، خاطر ماك تعرف السبيترات راهو إذا كان ما يبداش عنده مولد كهرباء آخر معناها جروب يقص الضوء، فما بيتسو ماشين، فما اللوكسي بيان سور، فما أم عملت نداء استغاثة معناتها سيتي إيموفون توا قبل ما ندخل قريته. ولدها على الاكسجين وقص الضوء وطب شادي ريوسهم قالوا لها راه ربع عنا ربع ساعة برك. يا في من ألطاف الله اللي معناتها رجعت من بعد يمكن ربع ساعة، هي قصة الأولى ذيك ربع ساعة. الحمد لله. معناتها الطفل كان معرث وقالت أنا قلت له ارقد عايش ولدي هاو باش يرجع وهو ارقد وحست بتأنيب الضمير لا كذبت عليه معناتها هو خاطر ما تعرف طفل صغير يصدق أمه وأبوه معناتها أوغوزمون معناتها نهاية سعيدة. الحمد لله. الحمد لله. من ألطاف الله نتصور تعدد سلامات. أي الحمد لله. موفون الستاتيو بارتاجي برشا على الفيسبوك. الحمد لله. به أحلام زوز زوز إجابات في 10 ثواني نمشيو لسي المولد. ياي سي المولد. حاضر. حاضر. 10 ثواني يا سيل مولدي مطالبة انك تعطيني ثلاثة إجابات. السؤال يقول، سمي لي ثلاثة حاجات نعملوهم كيف يقص علينا الضوء. يقص علينا الضوء هذا نفكر في السيكارات في الشمع. اي. يا سيل مولدي تحب نحكي لك حكاية؟ أنا أول حاجة جات في مخي قلت باش نقزم الشباك ساعة خاطر ما فهمتوش، لا قلت يصير شي زلزال فيضانات، خاطر أنا فجأة راهو الدنيا ظلمت في معناها في سكون ده حاجة غير عادية، معناها تبدا سورتو قاعد في الشباك ولا حاجة تشوفها كيفاش معناها بريسكومون هكا يصير هكا البلاك أوت، فهمت؟ أو ما بيش ناكد الشباك لا انا مشي في مخي يا سي مولدي قلت باش تصير حاجه اخرى. اللطف علينا، خممت في زلزال، خممت في فهمت اول حاجه تنقيزه. اي والله اي واحد فكر تريح كبير تنقيزه خويا تقرا. كم ايتاج تسكن وليد؟ ليه في الطابق الاول معناها تنقيزه زاد نعملها سبرينت. انا البارح شفت المعنى الحقيقي للمصطلح في العربية اسمه الظلام الداحس. الظلام الداحس. البارح خرجت من البركون ريت بالحق الظلام الداحس. بلاك اوت بلاك اوت بلاك اوت. به الاجابه الثانيه نتاع سي المولدي في قدم ثانيه. دونك هو اقرب من احلام. دونك سي المولدي لك الاختيار، تحب تكون ضمن فريق انس بن مالك والا ضمن فريق صابرين خليفه منصور. ايه الدكتوره ولا الجهبد شكون تحب؟ هاي فريق صابرين. صابرين. هاي ايوه سي المولدي مع الدكتوره. دكتوره اما راولي على يميني زاد ما عندك ما تدخل فيه يا سي المولدي. راو. انا نصدق العالم نصدق الدكاتره راو. عجيب يعجبني يعجبني انس بن مالك فنان حبي حاسسني بالثقه باش هو من بعد باش هو يربح. هاي الاحلام معك انس بن مالك صابرين مع سي المولدي. دونك يديكم على البزار سؤال السرعه سي المولدي مادام احلام تقعدوا تسمعوا فقط انس صابرين شكون باش يكون اسرع. السؤال يقول كيف نخلطوا النحاس بالقصدير شنو نخرج؟ برونز. برونز جواب صحيح.
خطيرة البنت دي خطيرة البنت بيدا 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 نعرف الغنية يلا سابرين معاك سلمولدي يا توا باش نجيبوا على الكيستيون لازمنا نجيبوا نقطة يا سلمولدي حاضر السؤال هذا على نقطة يا سلمولدي تتشاور انت وصابرين في الاخر تعطيني انت الإجابة تنجم تاخو برايها تنجم ما تاخوش برايها اتفقنا؟ اتفقنا يلا سؤال يقول يا سلمولدي شنو هو سبب حدوث ظاهرة المد والجزر؟ الاقتراحات جاذبية القمر والشمس جاذبية المحيطات وإلا جاذبية باطن الأرض سلمولدي عندك فكرة ولا ليه؟ المد والجزر عندي فكرة شنو هي القمر اي صحيح هيك هي او كواليد اليوم جنتي معنا جبنا كيستيون نعرفوها سلمولدي جاوبني هي ساعة اي القمر والشمس القمر والشمس جاذبية القمر والشمس سلمولدي شكون تعمل في الدنيا انت انا كنت موظف موظف اي لا مستوى جامعي ما شاء سلمولدي معناها زاد يكور سلمولدي معناها ناس دبر رسك ناس خويا ديو اكسبلوزيف سلمولدي والقمر والمسؤولية مسؤولية ماهيش سهلة يا أنس بن مالك مسؤولية ماهيش سهلة حتى طرف سلمولدي نعم سبب حدوث ظاهرة المد والجزر هي جاذبية القمر والشمس جواب صحيح برافو سلمولدي نقطة أولى السلمولدي ولا صابرين مازلنا صفر من النقاط اللي هي عمرها ما صارت لأنس بن مالك ولا أحلام نمشي مباشرة سؤال الأولوية مرة أخرى أنس صابرين السرعة مطلوبة يا أنس السؤال يقول شنو هو اسم أبرد بحر على وجه الأرض أبرد بحر على وجه الأرض به بين البحر الابيض والبحر الميت الميت ما ينجمش يكون ابرد بحر لانه معناتها جاي اعطيني دوك البحر بحر الابيض اي بحر الابيض وين جاي هذا في النور ولا في الانتاركتيك في السود هذايا في روسيا في النور الجواب صحيح معناها كي ما عطيتكش الاقتراحات انا ما تجاوبش لا على خاطر نقول لك يا باش نقول لك البحر الشمال اي والا باش نقول لك القطب والا باش نقول لك القطب المتجمد الجنوبي فهمتني مقعدتها ما عنديش المعلومه شكون ابرد منهم يا اخي طلع بحر ابيض اسمه البحر الابيض اسمه موجود في روسيا وهو البحر الابيض الابرد على وجه الارض درجه الحراره فيه توصل الى اقل من 2 درجه مئويه يا بابا به حاضر سي انس حاضر معك الاحلام انت هاي الاحلام مرحبا عفوا هاي يا الاحلام عندك 30 ثانيه باش تعادل النتيجه تشاور انت وانس كالعادة تعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت السؤال يقول قديش عدد أسنان فم الإنسان البالغ الاقتراحات 30 32 وإلا 34 تحب نعاونكم لا 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 خلينا نعاون لا ما يصيرش 32 احسبتهم توا لا لا نعرفها المعلومة 32 علاش الكيستيون مش لاقي هذي وليد نجم نعرف كيفاه؟ معد متاع البرنامج أنا حاسسها الكيستيون هذي أصلا عاملها معد البرنامج ليه من بعد خلبت الورقة جات جاتني معلومة وبرشا مساجات قالوا لك يا أنس راهو ما نقولوش الظلام الداهس شو نقولوا؟ الظلام الدامس دامس أي الظلام الأخبر سلام الاخبار شو هذيك اللي لعبت تبع اي تبع اي تبع قالوا لك الغرور برشا مش باهي يا انس مانيش مغرور انت من سيربح المليون ومن سيربح التريليون ومن كذا وشاركت بطولات عربيه وكذا بعد ها اخويا ها هو الدامس اي الظلام الدامس جاي من داموس داموس لاكانيا ما قالوش الدهس 32 سنا جواب صحيح برافو يا احلام
شاء الله ربي يبعد علينا الظلمات الظلمات الكل. امين يا رب. دامس داهس داهس صحيت. يلا سؤال اللي بشوف سن المباراة بين سي المولدي وبين الأحلام، بين صابرين وبين أنس البزر، هو الفيصل شكون باش يكون أسرع؟ يديكم على البزر. السؤال يقول شنو تتسمى الطبقة الخارجية لجسم الإنسان؟ جلد. ايش نحسبوها توا ذي؟ شنو شو مش جلد؟ هي البشرة نحسبوها صحيحة؟ جدكم بشرة غلطة ما تقول جلدة غلطة؟ باهي يا البشرة الجلدة. مشي هو طبيب أمراض جلدية ولا بشرية؟ ترى؟ هم زوز يجيو نتاع الجلدية هو بيدو بشرة هي ما البشرة دي ما نستعملوها في الوجه أكثر. باهي هيك استعمل بس حي معك سي المولد. يا سي المولد ركز هاي باش نربحو نتعادلو الفينال. هاي سي المولدي 30 ثانية سي المولدي يوصلوك للدورة النهائية. صديقي أسوال يقول الشمس هي الاقتراحات نجم كوكب وإلا كويكب؟ شمس كوكب كوكب الشمس. متأكد مش نجم؟ هاي متأكد هاي 100% بكشي حسيتها سهلة برشا كي باش نقولوا كوكب راه النجم. هو شو الفرق بين النجم والكوكب؟ عندك فكرة؟ ايه عندي فكرة. كوكب وكوم اي كوكب وكوم ما تحكيش هي معك. شكت في نجم. جوابك هاي سي المولدي جاوبني. ايه كوكب؟ نعم هذاك كوكب. ايه الشمس هي احدى نجوم مجرتنا يا سي المولدي. هي نجم كما قالت صابرين ماهيش كوكب. ما سمعتهاش الشمس هي نجم ماهيش كوكب للاسف. ضيعت فرصه يا سي المولدي. نمشي لكيستيون باراج السؤال اللي بشوف فعليا المباراه بين انس وبين صابرين البوزور كالعاده. انس شنو نعمل باش نفيقك؟ ما فهمتش بيك انس اليوم. ما مصدوم ما فهمتش بيك ماكش كالعاده. نقول لك صار لي البارح قص علي الضوء بحق سبحان الله على اساس احنا فين في تايتيم باه ميسير شاي معذورة. لا مش معذور انت زاد عملت لا سريعة عملت هجمة شرسة جدا واستفزيته بتاتر خليته ما عملت له ديزيكيليبر امرت بالك راه هذاك يا اخو نفس ما عندك حتى فكرة والعبرة بالخواتيم. يلا السؤال الاولوية صابرين انس السؤال يقول شكون مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل؟ حمد علي الحامي. ليه غلطة 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 تجيبونا مغلطة. أحبك يا شعب. ليه هو المؤسس؟ أحبك يا شعب. فرحات حشاد بياسير فرحات حشاد يا أنس بن مالك. أنا مش مستينس بالبليفيسيون عام ساغي سين مولدي الفرصة ذي رد بالك الضياع فرصة ذهبية يا سين مولدي تاو. مش كل مرة تسلم الجرة يا سين مولدي تضيعها أوتوماتيك ما أحلام تمر للدورة النهائية. سؤال يقول شنو هو اسم الكوكب اللي أطلق عليه كوكب الحب والجمال؟ اقتراحات كوكب الزهرة كوكب الارض ولا كوكب القمر؟ علوم فلكية اليوم ديفيسيون بي قولك سي المولدي اني هو كوكب الحب والجميل بالي الزهرة ولا الزهرة نغمل ماوي معاك تا انته يا نجمة الزهرة. اي سي المولدي جاوبني. هي نجمة الزهرة نجمة الزهرة كوكب الزهرة. صابرين شبيك صحيحة نستنى باش نفرح نعيط. شو اسمه الزهرة بالفرنسية؟ ما في فينيوس. فينيوس صحيح أحسنت. الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. سي المولدي
ياسين مولدي. ياسين مولدي وينو؟ ياسين مولدي يحتفل لي ثاني بلا عيطوا له مع ياسين مولدي. ياسين مولدي تسمع فيا؟ تسمع فينا ولا ايه؟ تسمع. سألتك سؤال، انت تنتمي لكوكب الحب والجمال ولا ايه يا ياسين مولدي؟ يضحك. كبرت ليه ما زاد البركه هكا سي مولدي شنو هاي توش قاصيه صحيحه ولا غلطه؟ اي زربنا معناتها سيبنا. الكوكب اللي يطلق عليه كوكب الحب والجمال هو كوكب الزهره. جواب صحيح. مبروك عليك سي مولدي الدور النهائي، نتلاقاو بعد شويه سي مولدي، خلي تليفونك محلول. احلام مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس، مبروك عليك يا احلام. خلي لك كلمة الختام احلام، على شكون تحب تسلم؟ والله نسلم على اللي يسمع فينا الكل، المستمعين الكل، نسلم على اللي يعرفوني كهو. واحنا نسلموا عليك. بالله لحظة. حب دعوة خير خاطرني مريضة كونتير. ان شاء الله. حب دعوة خير النبرة وكهو. ان شاء الله يا ربي يشفيك. يا احلام ان شاء الله ربي يشفيك، وان شاء الله يا ربي تقوم سلامات. وهذاك ابتلاء من عند المولى سبحانه ولاباس. ها تقوم في فورما وباش تعاود تشارك معنا. ها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفيك يا احلام، ربي يشفيك. عايشك يا احلام، ميرسي بوكو، مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس اتوال 600 اتوال 1 دياس، كود يوصلك لل 20,000 دينار من هدية اتصالات تونس. ترتاح صغيرة مع البيبرا جايين. اليوم مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة نتاع العشية، انتصار صابرين على العظيم أنس بن مالك، حاجة الحقيقة ما تصيرش ديما بربي ولا ما تصير ديما، معناها استنقاص. لا استنقاص. لا مش استنقاص، يلزمك تحتفل على الأخر، يلزمك تحتفل. شكي على أساس أول ما نربح معناتها. وبربي عندنا ديديكاس من عند صفوان كانون لسي محمد اللوز، ما فهمتش، قال له بربي يجري شوية ذلك في الكيس يعمل ديديكاس لصاحبه عن طريق العبيلة. تعالي لي صفوان صديق البرنامج، ومرة أخرى زاد زميلنا أسامة الصافي قال لك يا أنس بن مالك راهو الظلام الدامس. الدامس ما نقولوش الظلام الدامس. صبعي صغير مدوحس. صحيح. أنس بن مالك مش يحلف على العبيلة. حيث كل الراجل طاير تيران يقول لك خويا. يلا الروندة الثانية نمشيو للزهرة، 29 عام، رامي حناشي. عسلامة رامي. عسلامة رامي، شنو الأحوال؟ والله الحمد لله. صحة بخير. الحمد لله الحمد لله. يا باهي في القاع في الخدمة؟ لا في الدار. في الدار، مالا فطرت أمورك واضحة؟ الحمد لله. وعملت كويس تي؟ هيك هاو مريقلين. يلا حاضر المباراة رامي؟ حاضر. اقعد معنا رامي، طرقش تليفون، نمشيو المنزل. شاكر 25 عام، عبير جربوعي. عسلامة عبير. مرحبا. مرحبا بكم، كيفكم؟ والله الحمد لله. انت شو حوالك يا عبير؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. من صفاقس؟ اي صفاقس الغالية. يا عيني عبير، تبعت الروندة الأولى؟ لا ما تبعتش الروندة الأولى. قاعدة تقرأ وتحضر في دروسها للروندة الثانية. تقول أنت تحفظ في ويكيبيديا. قاعدة تترينا تترينا. لازم مالا. مالا الحمد لله مش معنا لطفي اليوم. لا راك شفت كيلومتر 9 قصاص 7. صحيح. هاي عبير رامي. سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار، يا يكون ضمن فريق انس بن مالك اللي مجعول بشعاونكم، والا صابرين خليفه منصور. حاضرين؟ حاضرين. هاي نبدا بك انت يا عبير، 10 ثواني صديقتي. السؤال يقول عبير، سمي لي 3 حاجات يشعلوا من غير ضوء. شمعة. اي فيسع. سمعة ونار ومطهر. فيسع يمشي. سمعة ونار و ضو الكهرباء. ثلاثة اجابات صحيحة. ضو شنية؟ بلاش ضو، بلاش كورا. اما الاجابة الثالثة يا عبير بعد ما وفى التوقيت، دونك زوز اجابات صحيحة في 10
ثواني فما ناس بن مالك زاد كي تنرفز يشعل ثواني نشعل طول به رامي عمدر. صديقي مطالب انك تعطيني ثلاثة اجابات صحيحة باش نجم انت تختار يا صديقي العزيز. السؤال يقول حاضر سميلي ثلاثة حاجات ما نجموش نعملوهم وقت اللي الضوء مقصوص. ثلاثة حاجات دوش هاي نحلة هاي والقراية. علاش ما تنجمش تدوش ما تنجمش تاكل؟ احسن حاجه تعملها كذا وتخسر شي تعمل دوش. اي نجمش تفرش في التلفزه اي حاجه بالضبط. هو, هو 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 بالنسبه لي ما نجمش يدوش والدنيا ظليم سبحان الله معناها عندك دوش رومانتيك تحط شمع. ولكن زاد كيف كيف ظهر لي زوز اجابات صحيحه فقط الثالثه بعد الوقت دونك سيد المخرجه انا هي الاجابه الثانيه الاقرب والاسرع من من من, من كل متباري عند عبير. عبير كانت اسرع في الاجابه الثانيه. عبير لك الاختيار. انس بن مالك والا صابرين خليفه منصور عندك؟ انس بن مالك. اوه يا انس شنو صابرين؟ مو صابرين عبير. شنو عبير؟ ما تقبلنيش انا ساعات لازم نربحوا. احنا حنعمل على اللي علينا والباقي على ربنا. كاو قلبها مصري رز دي ابازا. عبير مع انس صابرين مع رامي قبل ما نمشي. ان شاء الله مربوحه يا رامي. كيستيون باراج نحب نقولوا لسي الحبيب شيحه والد السيد المعد زميلنا محمد شيحه كل عام هو حي بخير جويز انيفرسير اليوم. اليوم عيد ميلاد سي الحبيب كل عام وانت عايب خير يا سي الحبيب ان شاء الله 100 سنه وان شاء الله بطول العمر. عبير رامي تقعدوا تسمعوا فقط. انس بن مالك صابرين يديكم على البزر. سؤال السرعه السؤال يقول سهلة مالة شنية لغة النمسا؟ دوتشلاند الالمان الالمانيه. انا ما حاله ونزل قبل ما اكمل سؤال. جوستما ما فهمتش وقتاش ننزل بعد ما يكمل هو اخر كلمه كي تقول النمسا. اخذ الفار قال لك لا نزل قبل ما نكمل سؤال. دونك الاجابه عند صابرين. ما تتعاقب خويا النظام لان استنى ما انت قلت النمسا وانا جاوبت. لا انت قريت من ليكرون الكيستيون وجاوبت قبل ما نكمل الكيستيون. انا نكمل سؤالي قانون عملنا قانون. انا هو ما يرش راه هما سمحوا. لا غلطتها مره الاخرى وجاوب مرتين عملتها نفس العمله وتعاقب. يا ما في بالي كلمت كملت نمسا. لا ما هو الفار انا خاطيني راهو التكنولوجيا. انا عندي ثقه في التكنولوجيا. صحيح تعالى جماعه في الفار هما اللي عندهم ساعات عندي ثقه. صحيح هما لا هما يحكموا خاطيني الموضوع هذا. يلا صابرين معاك رامي. رامي فرصة ما تتعوضش يا رامي ركز خاطر بشوفوا اليوم والروند هذايا أنس بن مالك في وجه جديد. دبر روسكم ما تفلتوهاش الفرصة هذه. نقطة وخطوة أولى للدورة النهائية. سؤال يقول شنو هو اسم أسرع مخلوق بحري على الإطلاق بين الاقتراحات القرش وإلا الدوفان وإلا سمكة التونة العنيدة؟ أسرع مخلوق بحري على الإطلاق عندك فكرة يا رامي؟ دوفان. متأكدة؟ مش متأكدة. حاسة القرش تطلعش التونة في الآخر. لازم نختاروا راه ما عنيش زوز ما عنيش اجابه. قرش. قرش هاي قرش. جاوبني هي صديقي رامي. جاوبني هي رامي. جاوبني هي اسم اسرع مخلوق بحري على الاطلاق. علاش سميوها سمكة التونة العنيدة؟ راسها صحيح. راسها اي تعطي بالدماغات اي راسها صحيح. خاطر جورج عنده مشاكل معهم العائلة. شكون جورج؟ جورج اللي صاد في التونة العميقة. جورج اي التونة العنيدة. علاش سميوها التونة العنيدة؟ ما نتصورش اسرع. وعلاش شكيت فيها انت؟ ليه قلت بكشي خاطر هي صغيرة نحقروها تطلع هي اسرع واحدة. رامي اسرع مخلوق بحري على الاطلاق ماهوش الدوفان. اي
وما نجمش يكون القرش هي التونة. التونة العنيدة. التونة سريعة جدا وعلى ذلك سميوها التونة العنيدة. تعبهم بكشي عنيدة خطر ما تموتش فيسع كي طلعوها ولا عنيدة خطر ما تتشدش فيسع ما تشدش بسهولة سميها يعني. سريعة علش عنيدة على ذلك تو تعرفهم انت مثلا التونة كي نمشيو في القمرت غادي تونة عنيدة كيف في البحر ما تشدهمش تونة عنيدة جدا في قمرت تونة في قمرت اي قمرت والمرسل بونيو نور كل تونة في قمرت وسيدي داود يا ربي ما نعملش اشهار فما ماركيت يا اخي تون يجي من البرارة من البرة زادة اي ما صدوهوش في تونس في بالي ولا نصدوه ولا ما نعرف معنيش برشا معامل التوني اكسبورتيو أبن تونة عنا احنا في تونس وعلى ذلك تمشي اكسبور هي خطر أبن تونة واللي ناكلوه هو اللي جينا من الاكسبور الله أعلم تحلل فيه انت تو شنو اللي ناكلو فيه احنا به فرصة ضاعت الحمد لله سؤال الأولوية مرة أخرى أنس بن مالك صابرين السؤال يقول شنو العضو المسمى بصندوق الصوت عند الإنسان صندوق الصوت عند الإنسان البلعوم شو اسمه البلعوم فرانكس لارانكس فرانكس شنو شو اسمه البلعوم نحسبوه صحيح الحنجرة هي الحنجرة قعدت لوج عليها بالعربي بلقيتهاش حتى الحنجرة الجواب صحيح برافو صابرين يلا رامي نعم هيا رامي في قولي شوية رامي زلنا نجيبه بالصحيح توعد فضيحة ما تفلتش الفرصة ذي يا رامي السؤال يقول شنو هو العنصر اللي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب غذاء كامل الاقتراحات ما نحتاجوهمش ميرسي عجيب هما انتر كالسيوم بروتين ولا حديد شقولك يا رامي نروح انا سهلة الكيستيون كالسيوم ولا البروتين ولا حديد رامي شير كالسيوم موجود قالك شين حاجة اللي ناقصة في الحليب باش يولي غذاء كامل الحديد ما فيش الحديد اي رامي رامي يمشي معايا الحديد صحيح تتبعها قمعة قمعة سيطرة العنصر اللي لو وجد في الحليب كارك قمعت قبيلك قبيلة كارك قمعته وانت هو يقول لك كوكب وانت تقوله نجم وبعض اي النجم والكوكب اي به شنو العنصر اللي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب غذاء كاملا بين الكالسيوم البروتين ولا الحديد اخترت الحديد والإجابة صحيحة برافو صابرين سلكناها يا رامي كذل ليه ما فهمش كيستيون يا رامي البونتو اللي ذا استرجعنيه يلا سؤال بزر مرة أخرى نس بالمالك أين أنت اليوم جيت أنس أين أنت يا مراد جيت أنس جيت يلا سؤال لولوي مرة أخرى أنس صابرين السؤال يقول شنو اسم أكبر مدينة في أوروبا فيها أكبر مدينة من حيث السكان المساحة باريس باريس لندن يا صديقي لندن هك تمشي شقاعة بحذنا تتعلم صابرين عندك البزار وعندك 30 ثانية باش توصل رامي للدور النهائي السؤال يقول قديش تشكل نسبة العضلات في جسم الإنسان اقتراحات 20% 30% وإلا حوالي 40% صديبون تترين ولا ليسا رامي عندك فكرة قديش نسبة العضلات في جسم الإنسان 20% متأكد جبتها من مخك لحكية 30% تترينة ملا مين يا رامي جاوبني 30 20 ولا 30 هاي انت التوقيت داي رامي 30 خليه 20% حوالي 30% حوالي 30% قديش تشكل نسبة العضلات في جسم الإنسان حوالي 20% حوالي 30% ولا حوالي 40% اخترتوا حوالي 30% والإجابة غلطة حوالي 40% الإجابة غلطة يا رامي سؤال الأولوية مرة أخرى إن شاء الله نسمع صوتها عبير يا ناس أسألها شو حوالي كيوينك يا عبير والله أنا
بس هيك ما خليتنيش نحكي. ليل خسارة يا عبيرة، تو نحكوا في بعضكم وبعد تحكي. والله الطفلة ما خليتنيش تحكي ولات عبير، عندك حق. احكي احكي، اجا نحكيو شوية. تحبش شنو تحب تحكي لعبير؟ احكي عبر عبر خضرة. لا مازال يا غالية، مازال. اما انت يحكي شوية حاجات لأنس باش يفيق، خاطر سي أنس سرقت. موتيفي. اليوم راقد على ظهري معناتها. جابوني بالسيف يا عبير. ما قيرتش. يا والله حوال. به عبير. ان شاء الله ان شاء الله يهديك. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى، عنا نقطة فقط صابرين ورامي، مازلنا صفر من النقاط لأنس وعبير. سؤال الأولوية، السؤال يقول يديك مع الجزر. حاضرين، شكون مخرج سيتكم شوف لي حل؟ حبيب السيد. إجابة غلط، هو الله يرحمه وينعمه سي سلاح الدين السيد. سي سلاح الدين السيد. يلا أنس، فرصة لا تعاد. عبير 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا عبير. حاضرة. هاي مالا 30 ثانية عبير. السؤال يقول، قديش من موقع مسجل على قائمة التراث العالمي اليونسكو في تونس؟ الاقتراحات تو كنا نحكيو فيها، 7 8 9 لأي متى ذوم؟ هاي عبير. عبير تعرف ولا لا؟ زادوا جربة بالأمارة. أي لا لا لا، 8 8 يا 8 9 بجربة، ما نعرفش حاسبين فيه جربة ولا لا. 8 8 وبجربة محسوبة ولا لا؟ هاني نزلت. أي عبير بين 7 8 9 9 شو قلتي؟ لحظة عودي، هما الاقتراحات 7 8 9 7. لا لا 7 لا 7 لا. أي 8 بجربة. 8 بجربة، جاوب نهائي عبير. وي 8 بجربة. قديش من موقع مسجل على قائمة التراث العالمي اليونسكو في تونس؟ للأسف الإجابة غلطة، 9 مواقع يا عبير. 9 ماني وجربة التاسعة، جزيرة جربة هي التاسعة للأسف يا عبير. نمشي مرة أخرى، مازلنا مواصلين ومازلت الروندة ذي ماهيش مشتوفها دار. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى، أنس صابرين إيديكم على البزر. السؤال يقول، شنو اسم المدينة اللي موجودة في قريتين؟ جاوب قبل الوقت مازلت ما قلتش قريتين وهو نزل. ما قلتش أنا قريتين. اسطنبول. هي اسطنبول، جاوب صحيح. انا قعدت عملت كتون تاريخ، انت حصلت في الفخ، شو نعمل كنس. يلا صابرين اكيك، ولا سيد المخرجة ولا صحيت. يا رامي 30 ثانية يا صديقي. السؤال يقول، شكون اسس جامع الزيتونة؟ الاقتراحات، حسان بن النعمان، عقبة بن نافع، ولا مصطفى خزندار؟ عقبة بن نافع. عقبة بن نافع جامع في القروين، جمع عقبة بن نافع هو اللي أسسه، ناش جمع الزيتونة عقبة بن نافع. متأكدة؟ تصورش؟ مانيش متأكدة. ما نتصورش عقبة بن نافع، هو الجمع الزيتونة أقدم في بيت. نمشي في حسين بن النعمان، نعرفش شكون رامي. جاوبني. اي جاوبني. شكون أسس جامع الزيتونة بين حسين بن النعمان، عقبة بن نافع، على مصطفى خزندار؟ اخترت حسين بن النعمان والإجابة صحيحة. برافو صابرين. رامي مبروك عليك الدور النهائي صديقي، نتلقاو بعد شوية. عبير الله غالب يا عبير، جات فرصة ضيعتوها. عبير مبروك عليك، بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك يا عبير. وإن شاء الله نشوف اسمك في القرعة متاع 20 مليون، وما زلت راك نجم تشارك معنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى 20 و50 مرة يا عبير. يعيشك. أما المرة الجاية ما تختارش الناس، المرة الجاية هاك شفت الغرور وين يوصل. والله غالب يا عبير. سلام المرة الجاية ودي اسمع ونجيب دي معانا الكل، حمادي وسجيعة وكل ان شاء الله نربح. تحية ليك يا عبير، ميرسي بوكو. اتوال 600 اتوال واحد دياس بعد شوية الدور النهائي. انا نحب نقول حاجة لأنس، راو العبرة بالخواتير.
راهو يخسر مرتين اما رد بالك صابري ما تعرفش عليه اما الزوز متبيرين متيرين يجيك من حيث لا تعلمون. يلا سيدي ترتاح صغيرة مع البيب راجعين اشتقت راديو مازلنا واصلين معكم الخمسة نتاع العشية. ناس بن مالك ينهزم مصدوم هكا ماكش عاجبني انا ماكش كي العادة لازم نجيب لك هذايا في ساعة ارقيه ساعة ما عادش باش تلعب كونتر صابرين إلى أبد الآبدين. خطيرة تلعب عملت لك خويا صحيح تبكل عليها مستانس شعلة شعلة يا وليد شعلة من القلب شعلة شعلة مش من قلبه من قلبي شعلة رامي شكون معنا آخر احنا في الدور النهائي سي المولدي سي المولدي رامي رامي نعم حاضر حاضر خويا سي المولدي أين أنت يا سي المولدي تليفونه تقول لي السيدة المخرجة تليفونه مسكر مسكر نعاودوا نتصلوا به ثلاثة مرات سي المولدي نمشي ونعاودوا القرعة بما أنهم زوز شاركوا مع صابرين هكا ولا زوز ربحوا مع صابرين دونك نبدا بك أنت رامي 10 ثواني مطالب أنك تعطيني ثلاثة إجابات صحيحة حاضر حاضر في الأثناء نقعدوا نتصلوا بربي بسي المولدي ثلاثة مرات كما يقول الأستاذ وإذا كان ما تحصلناش عليه رامي مباشرة يفوز بالألف دينار. رامي 10 ثواني صديقي السؤال يقول يا رامي سمي لي ثلاثة حاجات تقولهم في الخدمة كي تحب تاخو تسبقة خماشي قرايه هاي فيسع 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 خماش مشروع هاي ولا سبقني والله سبق فماش الاخرى هذيك مغسور ما عاد عندي حتى فرنجي بابا بشمشي عادي هذيك يولي كذب ما عادش يولي ما وكله كذب هاي صحيح بيه مولدي سي المولدي سي المولدي رامي دونك في قدم الثانية بربي في أربعة في ثمانية ثواني ثمانية ثواني ثلاثة إجابات صحيحة نعود سي المولدي طلبناه خمسة مرات تليفونه مسكر يا سي المولدي ضيعت الفرصة يا سي المولدي رامي أزهار لا يمات ولا كيفاه والله اليوم خويا ما فهمتش الظهر من الصباح ماشي ماشي أي مالا اسمع لا تقيل لا ترقد اليوم كمل للآخر 24 ساعة كملهم للآخر يا رامي مبروك عليك صديقي 1000 دينار من هدية اتصالات تونس مبروك عليك يا رامي مبروك عليك رامي 1000 دينار من هدايا اتصالات تونس صابرين خليفة منصور تنتصر على أنس بن مالك ملا خليفة منصور خطيرة جدا خليفة بيدو هاي صحيح مرسي بوكو أنس بن مالك مرسي بوكو صابرين بعد شوية جيهان تلقاوها في أحوال الطقس خماسي الدوامة بلوس وكامل الفريق نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس توقيت رخصة منس كل بيوهاية